بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم يا جماعة ان شاء الله النهاردة عن مجموع نون حدا من حدود متتابعة هندسية. ايه هو مجموع المتتابعة الهندسية؟ اول حاجة يا جماعة لازم نعرفها القوانين. القانون الاول بيقول ان اللي عندي قانونين. اول قانون بيقول ان جيم نون بتساوي الف في ر اس نون ناقص واحد على ر ناقص واحد، بحيث ان ر لا تساوي واحد، تمام. طب والتاني بيقول ايه؟ جيم اس نون بتساوي لام ر ناقص الف على ر ناقص واحد، برضو ر لا تساوي الواحد. يبقى انا عندي يا جماعه قانونين بستخدمهم في قانون المجموع في المتتابعه الهندسيه على حسب المساله اللي عندي والمعطيات اللي فيها. اول مساله بتقول كم حدا يلزم اخذها من المتتابعه الهندسيه، واحد واثنين واربعه وهكذا، ابتداء من حدها الاول ليكون مجموع هذه الحدود مساويه 1023. طيب دلوقتي احنا عندنا الحد الاول بتاعها عبارة عن واحد، والره بتاعتنا عبارة عن اتنين، ومجموع الحدود كلها عبارة عن 1023. دي المعطيات اللي هو مديهالنا. طب المعطيات دي ممكن استخدمها ازاي؟ فانهي قانون يا جماعة من قانون المجموع؟ القانون ده اللي هو ج ن بتساوي الف ر اس ن ناقص واحد، لان انا ما عنديش الحد الاخير عشان استخدم القانون التاني على ر ناقص واحد، بحيث ان ر لا تساوي الواحد. خدوا بالكم يا جماعه من الشرط ده، لازم تكتبوه. خلاص طيب احنا عندنا المجموع 1023 هيساوي الالف عندنا هنا الالف بواحد، خلاص كده، في ر باتنين اس ن ناقص واحد على اتنين ناقص واحد اللي هي واحد، تمام كده. طيب هيبقى 1023 هيساوي اتنين اس ن ناقص واحد. ليه؟ على اتنين ناقص واحد بواحد، صح كده؟ طيب يبقى 1024، هنجيب الواحد ده الناحية التانية، هيساوي اتنين اس ن. لما نقعد نجرب يا جماعة كده مع نفسنا هنلاقي ان اتنين اس عشرة بتساوي 1024، يعني معنى كده ان ن بتساوي 10، صح كده؟ طيب يبقى هو عايز كم حدا يلزم اخذها من المتابعة الحسابية؟ كان عايز ايه؟ كان عايز عدد الحدود. هنجيبها منين؟ هنجيبها من ن، هي اللي تقول لي كم حد، صح؟ من خلال ان احنا استخدمنا قانون المجموع واستخدمنا الارقام اللي هو مديها لنا في المتتابعة قدرنا نجيب عدد الحدود، تمام؟ طيب تعالوا نشوف يا جماعة كده مثال تاني. متتابعة هندسية حدها الأول بيساوي اتنين، الألف بتاعها يعني بيساوي اتنين، وحدها الأخير اللي هو اللام بيساوي 256، ومجموع الحدود بتاعتها بتساوي 510. هم عايزين المتتابعة. يبقى انا كده هستخدم يا جماعه قانون المجموع اللي هو قانون ايه؟ القانون التاني اللي هو بيقول ايه؟ بيقول لام ر ناقص الف على ر ناقص واحد، بشرط ان ر لا تساوي الواحد. طيب احنا عندنا المجموع ايه يا جماعه؟ 510. نعوض بقى، هيساوي الحد الاخير 256 ناقص في ر، تمام، احنا مش عارفينها، ناقص 2 على ر ناقص واحد، تمام كده. طيب هنضرب يا جماعة طرفين في وسطين، هيبقى 510 في ر ناقص واحد هتساوي 256 ر هتساوي 256 ر ناقص اتنين، تبقى 510 ر ناقص 510 هتساوي 256 ر ناقص 2. يبقى يا جماعة هنطرحهم من بعض، هيتفضل 254 ر هتساوي 508. هنودي ده الناحية دي ونجيب ده الناحية التانية، تمام كده، ومنها ال ر هتساوي 508 على 254. هتقدروا تحسبوها بالآلة، هتلاقوا ان ال ر عندي باتنين. يبقى انا يا جماعه ايه اللي كان ناقص في المعطيات اللي عندي اللي هي الف واللام والمجموع، تمام؟
ناقص اجيبه عشان اقدر اكتب المتتبع، ما كانش ناقص عندي غير الري. قدرنا نجيب الري من خلال قانون المجموع، تمام، وساعتها بكده نقدر نكتب المتتبعة الهندسية اللي هي اولها 2، بعد كده الف في ر يعني 2 في 2 يعني 4، بعد كده الف في ر تربيع يعني 8، وهكذا لحد اخر واحد اللي هو كام، كان 256 زي ما هو مديها لي في في المسألة. طيب نشوف مثال تاني يا جماعة. اوجد اقل عدد من الحدود يمكن اخذه ابتداء من الحد الاول من المتتبعة الهندسية اللي حدها النوني بيساوي 2 في 3 اس نون ناقص 1 عشان يكون المجموع اكبر من 300. طيب هو هنا يا جماعة بيقول حدها النوني بيساوي 2 في 3 اس نون ناقص 1. طب دلوقتي احنا عايزين نجيب اول حاجة اي معطيات، طب نعمل ايه؟ نعوض عن النون مرة بواحد واثنين وثلاثة وهكذا. طيب يبقى الحد الاول هتساوي 2 في 3 اس 1 ناقص 1 يعني 0، صح كده؟ ب3 اس 0 بواحد، يبقى 2 في 1 يبقى هتساوي 2. هو ده يا جماعة الحد الاول. تعالوا نشوف الحد التاني بالتعويض في الحد النون. الحد التاني يا جماعة عبارة عن ايه؟ عن 2 في 3 اس 2 ناقص 1 يعني 2 في 3، 2 في 3 اس 1 يعني 6. ده الحد التاني. طيب الحد التالت يا جماعة بتساوي 2 في 3 اس 3 ناقص 1 يعني 3 تربيع، يعني 2 في 3 تربيع بكام؟ يعني 2 في 9 ب 18. طيب احنا كده يا جماعة جبنا ايه؟ جبنا المتتبعة علشان نقدر نجيب عدد الحدود. طيب احنا هنكتب المتتبعة من خلال الحد النوني اللي هو مدهول، المتتبعة الاولانية 2 و6 و18 وهكذا، يبقى هي دي المتتبعة الهندسية اللي هو عايزها. طيب بعد ما جبنا المتتبعة ايه اللي حصل؟ بيقول لي ان مجموع الحدود اكبر من 300، صح كده؟ طيب المسألة كانت بتقول ايه يا جماعة عشان نفتكر مع بعض؟ هو الاول اداني الحد النوني، ومن الحد النوني ده هقدر اجيب المتتبعة. هو عايز ايه؟ هو عايز اقل عدد من الحدود، يعني هو عايز النون وانا ما عنديش النون، طب اعمل ايه؟ هنجيبه من المعلومة التانية اللي مدهلنا في المسألة اللي هي المجموع اكبر من 300. طب انا عندي المجموع هنا خلاص، انا عندي هنا الحد الاخير، لا يبقى انا هستخدم القانون الاولاني في المجموع بتاع المتتبع الهندسي اللي هو 2 في اللي هو الف في ر اس نون ناقص 1 على ر ناقص 1 يساوي هنا طبعا اكبر من 300، ده الشرط اللي هو مديهولي. طيب الالف عندنا بكام؟ ب2. طب ال ر هنا بقى، هنا اول حاجه ده الف ر يعني 2 في 3 ب6، بعد كده الف ر تربيع صح، يبقى 2 في 9 ب18 وهكذا. يبقى هنا المفروض ان انا استنتجت من هنا ان الره بكام؟ ب3. طب تعالوا بقى نعوض، هيبقى هنا 3 اس نون ناقص 1 على 3 ناقص 1 اكبر من 300، وعايز ايه؟ النون. فبالتالي هتبقى 2 في 3 اس نون ناقص 1 على 2 اكبر من 300. طب الاثنين دي هتروح مع الاثنين دي، هيتفضل لي 3 اس نون ناقص 1 اكبر من 300، يعني 3 اس نون هتبقى اكبر من 301. طب خدوا بالكم بقى هنا في ملحوظه هامه، فاكرين يا جماعه الداله الاسيه لما ما كناش بنعرف نتصرف فيها كنا بنعمل ايه؟ فاكرين في باب اللوغاريتمات كنا بنعمل ايه؟ بنحولها على طول للوغاريتمات. طيب لما احط لوغاريتم هنا هيبقى ايه؟ هيبقى نون لوغاريتم 3 اكبر من لوغاريتم 301. ما انا هنا خلاص وصلت بقى لمرحله ان انا مش عارفه اتصرف فيها، بس انا من الدرس من الباب اللي فات كان بيقول ان انا اقدر ما دام وقفت في الداله الكسريه وما بينهم اشاره يبقى اقدر اعمل ايه؟ اقدر احول للوغاريتمات. طيب بقت نون لوغاريتم 3 اكبر من لوغاريتم 301،
فبالتالي أصبحت نون أكبر من لوغاريتم 301 على لوغاريتم 3، تمام، على لوغاريتم 3. طيب بالآلة الحاسبة يا جماعة عادي جدا هتبقى أكبر من 5.19%. طيب النون أكبر من كده، يبقى أول حد هو إيه بقى؟ هو الحد السادس، صح كده؟ يبقى نون هتساوي 6. ليه؟ لأن نون أكبر من ده، يبقى أول رقم صحيح هو 6. يبقى أقل عدد من الحدود يمكن أخذه من المتتبعة كان كام يا جماعة؟ كان 6 حدود، تمام. طيب يبقى احنا كده يا جماعة قدرنا نلم شوية حاجات في المسألة دي مهمة جدا. اول حاجة ان احنا عوضنا في الدال في المتتبعة النونية اللي هو ادهلنا، وقدرنا نجيب المتتبعة منها، ومنها قدرنا نجيب الالف، وقدرنا نجيب الره، وهو مديني المجموع، قدرت استخدم المجموع والقانون بتاعه على حسب المسألة اللي عندي. وحبينا بس نذكركم بملحوظة مهمة، ان من الباب التاني اللي هو بتاع اللوغاريتمات، عملنا لما المسألة قفلت معانا عملناها لوغاريتمات، وقدرنا ساعتها منها نجيب عدد الحدود. لو انتم مش رابطين بقى المسائل ببعض هتنسوا بقى ايه، مش هتعرفوا تحلوا، هتقفوا في المسائل اللي زي دي. فركزوا يا جماعة شوية في الحاجات دي، وحاولوا توجدوا لها حل بأي شكل. طيب مثال كمان بيقول: متتبعة هندسية جميع حدودها موجبة إذا كان مجموع حدود الأربعة الأولى منها يساوي 120، تمام، والوسط الحسابي لحديها الثالث والخامس يساوي 5، اوجد المتتبعة. طيب دلوقتي هو هنا يا جماعة بيقول ايه؟ بيقول جميع حدودها موجبة، يبقى احنا لازم ناخد بالنا من ايه؟ من هنا جميع حدودها موجبة اذا كان مجموع الحدود الاربعة الاولى بيساوي 120، والوسط الحسابي للحد الثالث والحد الخامس بيساوي 5. طب تعالوا نشوف حاجة دلوقتي، مجموع الحدود الأربعة الأولى هو بيساوي 120، طبعا هو عايز المتتبع، هنعمل ايه دلوقتي؟ هو مش ده عبارة عن ألف ر والسنون ناقص واحد على ر ناقص واحد هتساوي 120؟ هي دي مجموع الأربعة، يبقى ر أس 4 ناقص 1 على ر ناقص 1 بحيث إن ر لا تساوي الواحد. كل ده يساوي إيه يا جماعة؟ يساوي 120. طيب تمام. طب دلوقتي أنا عندي تكاية صغيرة يا جماعة في المسألة دي، أنا عايزة أوصل لإن يبقى في تحت يبقى في فوق حاجة ر ناقص 1 علشان يروحوا مع بعض واقدر اجيب الالف او اقدر اجيب الر منها، تمام كده؟ هعمل ايه دلوقتي؟ الر اس 4 ناقص 1 ده عبارة عن ر تربيع ناقص 1 في ر تربيع زائد 1، خلاص كده؟ طيب فبالتالي وعندي الر تربيع ناقص 1 ده عبارة عن ايه؟ عن الف ر ناقص 1 في ر زائد 1 في ر تربيع زائد 1 على ر ناقص 1. انا بحاول يا جماعه نختصر على قد ما نقدر. يبقى عرفنا ان احنا نطير ر ناقص 1 مع من ده مع ر ناقص 1 من ده، هيتفضل لي ايه؟ هيتفضل لي الف ر زائد 1 في ر تربيع زائد 1 هيساوي 120، وهتكون دي يا جماعه كده ايه؟ اول معادله. احنا خلاص كده بسطناها ومفيش اي حاجه تانية نقدر نبسط بيها، فخلاص يبقى كده نسمي ايه؟ وقفنا لحد هنا في الجزئية الأولانية، يبقى هي دي ايه؟ المعادلة رقم 1. طيب نشوف المعادلة يا جماعة رقم 2. دلوقتي هو قال الوسط الحسابي للحد التالت مع الحد الخامس بيساوي 5، مش احنا قلنا الوسط الحسابي يعني مجموع مع الاتنين؟ طيب الحد التالت عبارة عن ايه؟ عن ألف ألف ر تربيع زائد ألف ر أس 4 هيساوي كام؟ هيساوي 10. طب احنا هناخد الالف ر تربيع عامل مشترك، اتفضل لي 1 زائد ايه؟ ر تربيع، اتفضل لي 1 زائد ر تربيع هيساوي 10.
نقدر يا جماعة نختصر تاني؟ لأ. طب هي دي المعادلة رقم كام؟ رقم 2. نقسم 2 على 1 زي ما احنا متعودين في المسائل البسيطة، هيبقى ألف ر زائد 1 في ر تربيع في ر تربيع زائد 1 على ألف ر تربيع في ر تربيع زائد 1، أو 1 زائد ر تربيع، هي مش هتفرق، بس احنا عشان يبقى شكلهم مع بعض نمشيهم مع بعض. هتساوي ايه يا جماعة؟ هتساوي 120 على 10. طب دي هتروح مع دي، والالف هيروح مع الالف، هيتفضل لي ايه؟ هيتفضل لنا ر زائد 1 على ر تربيع هتساوي 12. تعالوا نكمل. طيب بالتالي هنضرب بقى طرفين في وسطين، هيبقى 12 ر تربيع هتساوي ر زائد 1، بقت 12 ر تربيع ناقص ر ناقص 1 هتساوي 0. نعمل قوسين ونحللها، هتبقى 4 ر زائد 1 في 3 ر ناقص 1، تمام؟ تبقى هنا 4 ر في 3 ر، و1 في 1، و1 في ناقص 1 بناقص 1، ولما نضرب دول في دول هيطلع لي ايه؟ ناقص ر، يبقى ناقص 4 ر زائد 3 ر، يبقى ايه؟ ناقص ر، تمام. طيب ال ر هنا هيساوي ناقص ربع في الحالة دي، ان 4 ر، فهنا اول حاجة كده في حالة ان 4 ر زائد 1 هتساوي الصفر، ما هو ده بيساوي الصفر. طيب لو ده بيساوي الصفر تبقى ايه؟ ال ر بتساوي ناقص ربع. طب هل ده مقبول؟ لا. ليه؟ ده مرفوض. ليه؟ لان الحدود موجب، يبقى ليه؟ لانها موجب، هي نفس هو نفسه قايل في المساله. طب يبقى 3 ر ناقص 1 هتساوي 0، ومنها ر هتساوي 3، تمام، هو ده اللي مقبول. طيب احنا خلاص جبنا ال ر، نعوض بقى ونجيب الالف عشان نقدر نجيب المتبع الهندسي. يبقى بالتعويض في المعادله مثلا رقم 2 هيبقى الف في تلت تربيع زائد، لا، في 1 زائد 9 يساوي 10، يبقى 9 ألف في 10 على 9 ألف يساوي 10، يبقى إذن الألف هتساوي 1.8. يبقى المتتابعة عبارة عن ايه بقى؟ 81 بعد كده في تلت، 81 في تلت يبقى ايه؟ 27، بعد كده 27 في تلت يبقى 9، وهكذا. يبقى هي دي يا جماعة المتتابعة اللي هو عايز. المسألة دي يا جماعة فيها شوية شغل بس بسيط، كل الموضوع الخطوات زي ما قلتلكوا قبل كده ان هي بتجيب بعضها واحدة ورا واحدة، ومن خلال المعطيات اللي في المسألة انا بستخدمها لصالح ان انا اقدر اختصر على قد ما اقدر، واقدر اجيب منها حاجة تفيدني في حل المسألة زي الري او الالف، واعوض في الحاجة التانية على طول. هو شغلنا واحد يا جماعة في المتتابعات، اجيب الري او اجيب الالف او اجيب الدال او اجيب المجموعة، بصوا من كل حاجة اقدر احاول ان انا اوصل ان انا اجيب كل المعطيات اللي عندي اللي تقدر تخليني اكتب متتابعة، او اوفر المعطيات اللي تخليني اقدر اكتب المجموع بتاع المتتابعة، والمجموع بيبقى حسب معطيات المسألة إذا كان في حد أخير أو مفيش حد أخير وهكذا، تمام؟ طب دي أسئلة يا جماعة تقدروا تحلوها وتبعتولنا الحل إن شاء الله على الموقع علشان نقدر نتواصل مع بعض. متتابعة هندسية فيها الحد الأولاني بيساوي 1، وح ن زائد 1 بتساوي نص ح ن، أوجد مجموع الحدود الثمانية الأولى منها. السؤال التاني يا جماعة بيقول متتابعة هندسية جميع حدودها موجبة، حدها الأول يساوي 4 أمثال حدها التالت، ومجموع حديها التاني والخامس يساوي 36. أوجد المجموعة، أوجد المتتابعة ومجموع الاثنى عشر حدا الأولى منها، مجموع الاثناشر حد الأولى منها، تمام يا جماعة؟ طيب شكرا.